جديدة من القاهرة، ومتابعات وتحليلات وقراءات للمشهد المصري والعربي والإقليمي والدولي في أكثر من متابعة ونظر أكثر قربا لتطورات الأحداث على أكثر من صعيد في هذه الفقرات المتنوعة التي تتواصل معكم من خلال من القاهرة وعلى شاشات قناة النيل الأخبار من الآن وحتى ما يقارب منتصف ليل القاهرة. ومن أبرز أحداثنا، إعلان حركة حماس اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واثنين من قادة القسام في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية ببيروت. إلى تفاصيل، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية التي تتسم بها العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية السائدة في الوقت الراهن. أكدت حركة حماس أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري لن ينال من استمرار المقاومة الفلسطينية. كانت حماس قد أعلنت اغتيال العروري واثنين من قيادي كتائب القسام ضمن 6 شهداء سقطوا جراء ضربة بمسيرة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. واستهدف الانفجار مبنى يضم مكتبا لحركة حماس بضاحية بيروت الجنوبية معقل حركة حماس. وقامت قوى الأمن اللبنانية بفرض طوق أمني حول مكان الانفجار فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين. وندد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالهجوم على الضاحية الجنوبية ببيروت وصفا إياه بالجريمة الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف توريط لبنان في الحرب على غزة. كما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بن حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصفه بالاستهداف الإسرائيلي الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأدان بو حبيب كل الخروقات الإسرائيلية المستجدة والمنتهكة للسيادة اللبنانية. أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري واثنين من مرافقيه. ووصف أشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها محذرا من المخاطر والتداعيات الناجمة عنها. وتقدم أشتية للشعب الفلسطيني وحركة حماس وعائلة الشهيد بصادق العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا ويعتبر صالح العروري أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، حيث بدأ في الفترة ما بين عامي 1991 و1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية. وكان العروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع إسرائيل، والتي تم بموجبها الإفراج عن جلعاد شليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتم انتخابه نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة في أكتوبر من عام 2017. وقد أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن اغتيال القيادي صالح العروري لن تمر بلا عقاب وأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال. وقالت الحركة في بيان لها إن اغتيال الشهيد القائد العروري ورفاقه هو محاولة من العدو الصهيوني لتوسيع رقعة الاشتباك وجر المنطقة بأسرها إلى حرب للهروب من الفشل الميداني العسكري في قطاع غزة والمأزق السياسي الذي تعيشه حكومة الكيان الصهيوني إثر فشلها بعد 90 يوما من الحرب الهمجية والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين من فرض شروطها على الشعب، بل إن قوى المقاومة كانت لها اليد العليا سياسيا وعسكريا. ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وإخوانه الشهداء
الذين قادوا إثر عملية اغتيال جبانة وغادر نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتنضم إلي المزيد من المتابعة من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتبة الصحفية الأستاذة أورنيلا سكر. يعني بالتأكيد يعني هذا الحادث مثير للاهتمام وربما يثير كثير من التخوفات من جر ليس فقط لبنان وإنما المنطقة بأسرها إلى ساحة الحرب الإسرائيلية في فلسطين، ويضيف إلى الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء. يعني كيف تنظرين يعني إلى الروابط التي تربط بين هذا الاستهداف لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل واستهدافه واثنين من رفاقه بعملية إسرائيلية؟ نعم، اولا لا شك انه من قام بهذه، اول شيء تحيه لكم ولقناتكم. اولا من قام بهذه العمليه لا شك هو الاسرائيلي. اما اهميه، اول شيء كمان انا بدي اطرح سؤالين، انه ما اهميه اغتيال العروري اليوم وبالاخص داخل الضاحيه الجنوبيه التي ترمز الى مساله في العمق المقاومه، يعني استهداف المكان او ذا مكان، يعني اذا ركزنا. انا اللي بهمني اقوله هون في هذا الخصوص، لا شك انه الاسرائيلي اليوم مستنفر على ما يجري من على ضوء غزه والتداعيات غزه، وطبعا يحاول توسيع جبهة الحرب لأنه يكون عنده مكسب معنوي يستطيع من خلاله أن يقول أنه أنا حققت إنجاز، مع العلم أنه صحيح أنه الإسرائيلي اليوم في إسرائيل في غزة استطاع أن يدمر ويخرب ويقتل ويفعل ما يفعله اليوم من مجازر وإبادة جماعية، ولكن هذا لا يلغي حجم الانكسار والمضوي داخل على المستوى السياسي أتحدث. وبالعودة إلى ما جرى اليوم في لبنان في الضاحية الجنوبية، أنا أعتقد أنه هذا يعني يأتي في سياق ممنهج لما يجري في غزة من استنفار يصاب به نتنياهو. ليش؟ لأنه اليوم اغتيال العروري ليس بالجديد، فقد تعرضت قيادات في حماس سابقة لعملية اغتيال، أولا ليس عملية جديدة، وقد حذر مرارا نتنياهو بتصريحات واضحة أنه من بعد غزة سوف يستهدف جميع القياديين في حماس أينما تواجدوا. فلذلك أنه تنفيذ هذا العمل هو إشارة ورسالة واضحة من الكيان الإسرائيلي إلى العمق الجنوبي في لبنان ضاحية، أنه هو قادر أن يعرف تحركات القيادات داخل حماس، وأنه هذه رسالة واضحة إلى حزب الله أنه إذا استمر فيما يقوم به حزب الله على الجبهة الجنوبية والعملية ممارساته سوف يتعرض أيضا. هو أصلا كمان أريد أضيف أنه الوضع كله متشابك ومتداخل، يعني لا يمكن فصل الجبهة الجنوبية والضاحية عن ما يجري في غزة، يعني هذه حرب، نحن في حرب وكل شيء متوقع والأمور مفتوحة على كافة السيناريوهات. يعني هي في النهاية محاولة إسرائيلية لتوسيع رقعة الاشتباك، يعني كما يرى كثير من المقربين من المشهد الفلسطيني. يعني ما الذي يمكن أن تقول إليه وما الذي يمثله بحق اغتيال العروري، خاصة وأن هناك مخاوف تتكرس يوما بعد يوم أننا إذا انتفاضة فلسطينية جديدة قد تكون أكثر حدة ووطأة عما كانت عليه انتفاضات سابقة يعني شهدناها على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هلا اريد ان اشير الى مساله، هناك من يروج لفكره انه الفلسطينيون مغبونين يعني ولم يحققوا شيئا، اريد ان اذكر بهذه المقابله انه 7 اكتوبر لابد ان تدخل التاريخ في الصراع مع اسرائيل على المستوى الفلسطيني. وما يجري في غزة من تدمير وخراب، صحيح أن البعض يحاول استغلال ما يجري من دمار لذر الرماد في العيون أن الرواية الإسرائيلية هي المهيمنة، عمليا على أرض الواقع الأمور أبعد من ذلك بكثير. اليوم صحيح نحن مدمرين، اقتصادنا مدمر، وضعيتنا البشرية مدمرة، ونتعرض للإبادة الجماعية لا شك، ولكن أتحدث سياسيا. اليوم عندما تنسحب البوارج الأمريكية
الأمريكية من الشرق الأوسط، وعندما يتعرض الملاحة للخطر والتهديد يعني التجارة العالمية والاستهدافات اليومية التي يتعرض لها الكيان الإسرائيلي، أنا أعتقد أن على المستوى السياسي هناك إنجازات عظيمة، وربما الإعلام لا يستطيع نقلها لما يعني من تأثير للإعلام الغربي على هذه الرواية والضغط يعني باتجاه تزييف الحقائق والتزوير. ولكن أريد أن أشير أن هذه الحرب لا يمكن أن تتوسع، وليست من مصلحة أحد أن تتوسع، وبخاصة أنه مسألة اغتيال العروري تطرح الكثير من علامات الاستفهام، قد ربما يستغل الإسرائيلي لاحقا كاستراتيجية جديدة في التعامل مع الصراع من خلال يعني زرع فتنة بين حماس وحزب الله، أنه لماذا حزب الله لم يستطع حماية العروري وسمح، أو خلينا نقول سمح بشكل غير مباشر أنه بهذه العملية وهذه العملية الاغتيال أقصد. يعني ربما يعني معقول يعني ما اقصده بكلامي انه معقول المربع الامني في الضاحيه اللي هو محصن امنيا ان يتم خرقه واغتيال شخصيه مثل العروري؟ اليوم تطرح علامات استفهام انه كيف حدثت هذه العمليه في الضاحيه تحديدا، رمزيه لها رمزيه امنيه يعني بالنسبه لحزب الله. يعني هذا ما حال اقصده. يعني تابعنا ربما يعني حروب كلاميه يعني بين الجانب العسكري الإسرائيلي والجانب اللبناني، وكان هناك بعض التلويحات يعني بأن لبنان يعني إذا تدخلت على خط المواجهة في الحرب الإسرائيلية في غزة فيعني سوف تلقى مصير ما يجري في غزة يعني من هذه الأصداء التي يعني تلقي بهذه الظلال القاتمة حتى اللحظة. يعني هل ثمة رابط بين هذه العملية التي ارتكبتها إسرائيل مؤخرا بحق العروري وقياديين من كتائب القسام؟ طبعا، لأنه الرابط أنه سبق وصرح نتنياهو مرارا أنه سوف يستهدف القياديين في حماس، وليست العملية الأولى، يعني هناك عمليات سابقة جرت لقياديين وتم اغتيالهم، وهذا تصريح واضح. المهم في الموضوع أنه اليوم هل سوف تتوسع جبهة الحرب أبعد من غزة؟ أنا أستبعد الموضوع، لأنه ليس يعني عدم ثقة في المقاومة، إنما المقاومة على دراية وحنكة كافية أنه العملية تستهدف حماس وتستهدف حزب الله بالدرجة الأولى، وانزلاق نحو ما يريده العدو الإسرائيلي أعتقد أنه ينفذ المخطط الإسرائيلي. أنا أستبعد برأيي أنه تنجر الأمور وتتدحرج نحو حرب شاملة أو تتوسع أبعد من غزة، خصوصا في الجبهة اللبنانية. وأعتقد أنه في المرحلة القادمة ستتكشف أمور كثيرة مرتبطة في المقاومة وطبيعة ملابسات اغتيال العروري. أشكر جزيل الشكر على هذه المتابعة وهذا التحليل، الأستاذة أورنيلا سكر الكاتبة الصحفية من لبنان. على خلفية اغتيال العروري، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أن غدا الأربعاء هو يوم إضراب عام وشامل في جميع مناحي الحياة في محافظة القدس، وإعلان يوم غد يوم غضب وتصعيد ضد المحتل، وذلك ردا على هذه العملية الإسرائيلية لاغتيال القيادي بحركة حماس صالح العروري. كذلك ردا على اغتيال العروري، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشاقات صاروخية على تل أبيب وسيدي روت ومستوطنات غلاف غزة. كما أعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقتل 5 جنود إسرائيليين شمال شرق البريج، بالإضافة إلى دك تجمع لآليات وجنود تابعين للاحتلال بجنوب شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون. كما استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال خان يونس. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة، تتولى بموجبها عائلة كبيرة تعرف محليا باسم الحمائل إدارة وتوزيع تلك المساعدات
في القطاع، مضيفة أنه سيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني للمصادقة عليها. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن القطاع سيقسم إلى محافظات فرعية تسيطر كل عشيرة وعائلة كبيرة على إحداها، مشيرة إلى أن العائلات الكبيرة ستدير الحياة في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع. استشهد 4 فلسطينيين في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي الجلزون شمال رام الله وعين السلطان في مدينة أريحة. ونفذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية اقتحاما بمدينة جنين شمال الضفة الغربية من عدة محاور وسط إطلاق مكثف للأعيرة النارية. اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية. كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين. وعودة إلى اغتيال العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من القياديين بكتائب القسام وأصداء ذلك، وينضم إلي عبر زوم من القدس السيد سامر السنجلاوي خبير الشؤون الإسرائيلية. تحياتي لك سيد سامر. مساء الخير. مساء الخير. ما الذي يمثله اغتيال العروري في مثل هذا التوقيت وبهذا الشكل، وكيف يمكن يعني أن نربطه بما يجري من احتلال وعدوان إسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يجمع عليه كثيرون من أنه نتيجة طبيعية للإخفاق الإسرائيلي في غزة على مدار أكثر من شهرين؟ هذه لعنة جديدة من لعنة نتنياهو على المنطقة. نتنياهو لديه معادلة بسيطة لاستمرار حياته السياسية في إسرائيل، وهي استمرار إشعال المنطقة، وهو يبحث دائما عن أحداث يمكن أن تساهم في إطالة أمد التوتر والحرب والكوارث الإنسانية التي أبدع في تنفيذها نتنياهو خلال الأشهر الماضية. طبعا للدقة وحسب ما ذكر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن العروري شخصيا لم يكن له علاقة بما جرى يوم 7 أكتوبر، وأن هذا الهجوم الذي نفذته حماس قد وصل إلى العروري خبرا عنه قبل ساعة من التنفيذ، وكانت مهمته أن يقوم بنقل هذا الخبر إلى حزب الله بحكم قربه، هو الأقرب من قيادة حماس إلى حزب الله بسبب وجوده في الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن لا يمكن أن تتهم إسرائيل العروري بأن له شيء مباشر فيما حصل يوم 7 أكتوبر، وبالتالي اغتياله هو جزء من الحالة الانتقامية العشوائية. كما يقتل طفل فلسطيني كل 7 دقائق في غزة، إسرائيل استطاعت أن تقتل شخص قيادي من حماس في بيروت. طبعا هي تقتل قيادين عسكريين من إيرانيين في سوريا، وتقتل قيادين عسكريين فلسطينيين في لبنان، وتستطيع أن تفعل ما تشاء. هي الآن تشعر بأن بإمكانها أن تفعل ما تريد عندها حتى هذه اللحظة. تغطية أمريكية كاملة بما يمكن أن تفعله، بالرغم من أني أشك أن هذه الحادثة قد تلقى دعما علنيا من الولايات المتحدة، لأن من المخطط لزيارة بلينكن يوم الجمعة القادم أن تكون زيارة لتهدئة الأوضاع، أن تكون زيارة لإتمام ما قد بدأت فيه إسرائيل خلال الأيام الماضية من سحب قوات كبيرة من قوات الاحتياط الإسرائيلية
وبالتالي تخفيف الوجود العسكري في غزة، وربما على جدول أعماله كان الموضوع اللبناني. هذا لا يعني أنني أتوقع أي ردة فعل من حزب الله، لا تستطيع ذاكرتنا لا القريبة ولا البعيدة أن تدلل على حادثة واحدة انتقب فيها حزب الله على أي اعتداء إسرائيلي على أي جهة فلسطينية. لم يحصل ذلك لا في اغتيالات سابقة لإسرائيل لقيادات من المقاومة الفلسطينية، ولم يحدث ذلك حتى في هذه الحرب المجزرة الكبيرة التي يبات بها الفلسطينيون في غزة، لم يحدث أن تدخل حزب الله. كما ذكرتم في وقت سابق في هذه المداخلة، العروري لم يكن له علاقة من قريب بالحرب الإسرائيلية على غزة هذه المرة، لكن يعني ربما القارئ للتاريخ بشكل جيد يعني يلمح اسمه وارتباط هذا الاسم بصفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي أفرج بموجبها عن جلعاد شاليت. هل من دلالة؟ طبعا هو قيادي في حماس، هو نائب رئيس الحركة، هو الشخص المسؤول مباشرة عن تنظيم الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، ولديه دور كبير في أغلب العمليات التي تبنتها حماس سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في الداخل الإسرائيلي خلال السنين الماضية. تنقل ما بين سوريا ولبنان وإسطنبول، ودائما في كل مكان تواجد به كان له دور كبير في ذلك. أيضا هو الشخص المباشر المسؤول عن خلايا حماس التي تقوم بإطلاق بعض الصواريخ من جنوب لبنان. إذن الوجود العسكري الفلسطيني لحركة حماس في لبنان هو تحت إشرافه المباشر، هو شخص له علاقة بأمور كثيرة قد تحصل، ولكن لم يكن له علاقة مباشرة في هجوم السابع من أكتوبر، على الأقل في توقيته وتفاصيله. ربما الخطة العامة، هذه الخطة التي كانت تنسج على مدار سنوات طويلة من قبل قيادة حماس، ربما كانت كل قيادة حماس مطلعة وتفهم بأنه في لحظة من اللحظات تستطيع حماس تنفيذ هذا الهجوم الشمولي على كيبوتسات محيط غزة ومعسكرات الجيش المحيطة بالتجمعات السكانية في غزة، ولكن توقيت 17 لم يكن له علاقة به مباشرة. إذن لا يمكن أن يكون هذا إجراء تعتبره إسرائيل من متطلبات ردة الفعل العسكرية على أحداث 17، لأن العروري لم يكن له علاقة بذلك. ولكن متوقع، أنا أولا لا أستطيع أن أعطي أي مؤشر بأنه سيكون هناك ردة فعل من حزب الله. حزب الله هو يشعر بأنه جبهة متقدمة للدفاع عن إيران وليس للدفاع عن فلسطين، ولذلك قد يصدر من أمين سره بعض التلميحات اللفظية في خطاب مرتقب يوم غد، وربما تزداد وتيرة ضرب بعض الصواريخ قصيرة المدى بما يحصل من فترة 90 يوم منذ اندلاع الحرب، قد تزداد الوتيرة ليوم أو يومين. هذا أقصى ما يمكن أن يأتي من حزب الله، لكن متوقع أن تحدث ردات فعل حقيقية على مستوى خلايا حماس في الضفة الغربية، لأن هذه خلايا مرتبطة، هذا قائدها واستهدافه يمسها وجزء كبير من هل يرقى ذلك من منظورك سيد سامر الى رد فعل مزلزل، بمعنى ان يكون هناك انتفاضة حقيقية في يعني اطار استشرافنا للسيناريوهات المرتقبة في اعقاب اغتيال العروري؟ من تجربتنا نستطيع ان نقول ان ما يمكن لقيادات المقاومة احداثه هو عمليات نوعية متفرقة، لكن هبة جماهيرية كبيرة. هذه الأشكال من الهبة الجماهيرية تحدث بشكل تلقائي وعفوي، هناك جسم من المقاومة الشعبي لا رأس له، يعني أحيانا ينتفض لأمور تمسه، يمكن لقضايا تتعلق بالمسجد الأقصى أو الحركة الأسيرة بشكل عام
أن يتحرك هذا الجسم من المقاومة الشعبية، ولكن لا تستطيع لا حماس ولا أي جهات فصائلية فلسطينية أخرى تحريك الشارع تحريكا شاملا. الشارع يتحرك تلقائيا في قضايا يتفاعل معها تلقائيا، والأجواء موجودة، المناخ موجود لمثل هذه العاصفة، لكن هل ستنطلق الآن هذه العاصفة؟ هل ستنطلق في رمضان؟ هل ستنطلق في توقيت آخر في ظروف أخرى؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن في هذا الموضوع، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ به، ولا أحد يستطيع أن يتحكم به، ولكن متوقع أن تكون ردات فعل. الآن الشيء الغير مفهوم هو كيف تقدم القيادة الإسرائيلية على عملية اغتيال بهذا الحجم في التوقيت الذي تسعى فيه لأسباب داخلية حقيقية ولأسباب أمريكية في إتمام صفقة تبادل. بمعنى كيف يمكن لنتنياهو أن يدعي حسن النوايا في التفاوض مع قيادة حماس على عملية تبادل واسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في الوقت الذي يقوم بتصفية قادته؟ هذه العملية ستبعد إسرائيل عن هذه الصفقة، وبالتالي هناك حديث قد يبدأ أن يتفاعل في الشارع الإسرائيلي حول هذا الموضوع. لذلك لمسنا مثلا أن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تبنيها لهذه العملية. هل هذه العملية من حيث الدقة العسكرية، الطائرة المستخدمة المسيرة، دقة إصابة شقة في طابق ثالث في عنوان محدد، هذا دليل على أنه كان هناك عمل استخباري عالي المستوى وعمل عسكري عالي المستوى لا تستطيع غير إسرائيل القيام به، ولا يوجد لأي جهة أخرى مصلحة في اغتيال العاروري غير إسرائيل. حتى لو لم تعلن فإن ذلك لا يستطيع أن يضع إسرائيل خارج اليقين في أنها كانت وراء هذه العملية، ولكن الملفت للانتباه أنه لم يصدر تصريح رسمي باستثناء تصريح على التويتر لعضو كنيست وهو عضو لجنة دفاع وخارجية في الكنيست دان دانون من الليكود، الذي قد صرح بأن إسرائيل بهذه العملية قد انتقمت لقادة كان لهم علاقة بما حدث يوم 7 أكتوبر. ولكن عدم التصريح هو له أسباب داخلية. نتنياهو لا يريد أن يتحمل مسؤولية أمام الشارع الإسرائيلي في فشل أو في ابتعاد الفرصة لإطلاق سراح بعض من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، وهذا موضوع أساسي وحساس جدا ومتفاعل جدا في الشارع الإسرائيلي، متفاعل جدا في الإعلام الإسرائيلي. يعني أنتم أنتم تعزون الموقف الداخلي يعني الذي لا يحسب عليه نتنياهو بعدم يعني في عدم إعلان إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن هذه العملية. طبعا نتنياهو غير معني بهذه الصفقة، نتنياهو معني باستمرار الحرب، نتنياهو معني الآن هو على وشك أن يخسر شركائه الجدد في كابينة الحرب، جانس وإيزنكوت، قدم داخل الكابينة وقدم خارج الكابينة الآن. واستمرار لقاءات نتنياهو لا لتغيير وتيرة الحرب، لا لصفقة تبادل الآن، ولا لدراسة يوم ما بعد، خيارات يوم ما بعد، يعني بين قوسين الأفاق السياسية لما بعد الحرب. إذن هذه اللقاءات التي يشعر جانس وإيزنكوت بأن المصلحة الإسرائيلية تتطلب اتخاذ قرارات فيها، ومصلحة العلاقات الاستراتيجية مع البيت الأبيض تتطلب أيضا اتخاذ إجراءات سريعة فيها، والضغط الشارع الإسرائيلي يفرض أن يتم التحرك باتجاهها، ولكن ما يعرقل كل ذلك هو نتنياهو. يعني ما أقرأه بين السطور يعني ربما يعني إذا يعني كنت محقة في ذلك، يعني هل ما ترمون إليه بأن الهدف الإسرائيلي من استهداف العروري ليس تصفيته بقدر ما هو قطع الطريق على مسار أي تفاوض أو عملية تبادل أسرى بين الجانبين؟ طبعا يعني خطة اغتيال العروري هي ليس خطة حديثة، هي خطة في أدراج هيئة الأركان الإسرائيلية موجودة وجاهزة ومتابعة ويمكن تنفيذها في أي وقت.
ليس خطة اغتيال العروري فقط، ولكن خطة اغتيالات موسعة تستطيع إسرائيل تقنيا تنفيذ مجموعة من الاغتيالات النوعية، وأن تختار المكان الذي تراه مناسبا. وصرحت بأنه بعد الآن لا يوجد خطوط حمر في المكان والزمان الذي يمكن لها أن تنفذ خطط اغتيال. لكن كيف يتخذ قرار الاغتيال؟ الاغتيال هذه القرارات كخطط وتفاصيل موجودة دائما لدى متخذ القرار في إسرائيل، وصاحب القرار الأول والأخير في ذلك هو نتنياهو، لأن مجموعة الأطراف التي تتعاون في إتمام وتنفيذ في التخطيط، أولا في الحصول على المعلومات الاستخبارية، ثانيا في التخطيط، ثالثا في التنفيذ، هي أجهزة أغلبها تتبع نتنياهو مباشرة. يعني جهاز الموساد يتبع نتنياهو مباشرة، جهاز المخابرات الإسرائيلية يتبع نتنياهو مباشرة، الجيش أيضا في حالات الحرب يتبع بالتساوي ما بين وزير الدفاع ونتنياهو. إذن نتنياهو هو صاحب القرار السياسي، هو الذي يعطي ضوءا أخضرا بتنفيذ خطة موجودة معدة مسبقا. لا تحتاج، يعني لا، أنا لا أرى أن هذه الاغتيال كان قرارا بتوصية عسكرية أمنية من جهات الاختصاص، بل كان قرارا سياسيا من نتنياهو في توقيت احتاج أن يكسب فيه زمنا أطول لاستمرار أمد الحرب في الوقت الذي يأتي فيه بلينكن. هو تصدى لمفعول زيارة بلينكن سياسيا من خلال عملية فرضت أجواء عسكرية وأمنية حساسة، وبالتالي غيرت من جدول أعمال بلينكن. هذا طريقة تفكير نتنياهو، ولهذا السبب قد اختار هذا التوقيت وهذه الشخصية، اختار هذه الشخصية لأن الأسهل له أن ينفذ عملية من هذا النوع في دولة مثل لبنان لا يلتزم باتجاهها في أي مسؤولية عما يمكن أن يقوم به. هم نوعين. إذا إسرائيل بهذه العملية تضيف سببا جديدا لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية في غزة. طبعا هذا هدف أساسي لنتنياهو. نتنياهو الآن هو يركز على كيفية إطالة أمد حكمه، وبالتالي استمرار بقائه هو ما يحركه ويدفعه وليس المصلحة الإسرائيلية. هو بالنسبة له يمكن أن تحرق إسرائيل بالكامل. نتنياهو وصل إلى شعور مثل لويس الرابع عشر في فرنسا، أنا الدولة والدولة أنا. أخيرا سيد سامر وعذر المقاطعة، ما الكفيل بأن يغير هذا المسار الذي يعني تسعى الإدارة الإسرائيلية إلى أن يعني يكون هو يعني المسار الذي ستكون عليه العملية الإسرائيلية في غزة في الأيام المقبلة؟ إذا اقتنع بايدن أن نتنياهو ليس إسرائيل وإسرائيل ليست نتنياهو، أنه إذا أراد أن يعبر عن صداقته التي يصرح عنها ليلا نهارا ويتفاخر فيها لإسرائيل، عليه أن يعمل ضد إرادة نتنياهو وأن يكبح جباحه، عليه أن يتخذ قرارا بأن يوقف هذه الحرب في غزة وأن يوقف كل هذه العربدة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في المنطقة. هو صاحب القرار، هو يستطيع في 5 دقائق أن ينهي الحرب في غزة، أن ينهي كل هذا التوتر إذا أراد، لأنه باختصار الشخص الوحيد الذي يمكنه بقرار منفرد بدون أن يستشير أي أحد أن يوقف الحرب، حتى لو لم ترد إسرائيل أن توقف الحرب، لأن أمريكا هي التي تزود إسرائيل بكل ما يستلزمها باستمرار الحرب. لولا الجسر الجوي العسكري الذي وصل اليوم إلى حوالي 258 طائرة حربية عسكرية زودت إسرائيل بكل هذه القنابل التي قذفت بها على غزة، إضافة إلى 23 باخرة شحن حربي، إضافة إلى صفقات أسلحة أخرى لم تتبرع بها الولايات المتحدة. لكن ربما على يعني مدار تاريخ القضية الفلسطينية فطرنا على الانحياز الأمريكي الصارخ لإسرائيل وانحيازها لها على طول الخط، يعني وذلك يأخذ مظاهر عدة، إما بالفيتو الأمريكي دوما حائط صدر استصدار أي قرار يجرم الممارسات الإسرائيلية، وبهذا الدعم بكافة السبل، وأخيرا وليس آخرا كان مسعى أمريكا حثيث لاستصدار قرار
يعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في كواليس يعني الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة؟ أخيرا ماذا تقولون؟ هناك تشابه كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة. عندما تقول الولايات المتحدة أن ما يجمعنا مع إسرائيل هي القيم المشتركة، لا يتم الحديث هنا عن قيم أخلاقية، لا يتم الحديث هنا عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ما يجمع إسرائيل الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي هو تاريخ مشترك بالتحلل من الأخلاق، بالانهيار الأخلاقي في الحروب. الولايات المتحدة ردت فعلها كانت على أحداث سبتمبر 2021، 11 سبتمبر، بأنها خاضت حروب في مواقع مختلفة في العالم، من ضمنها في العراق وأفغانستان، وصلت ضحاياها 5 مليون شخص، جزء منهم قتل بالنيران وبالحروب، وجزء منهم قتل بالمجاعة وبالأمراض. إذن الجيش الذي يتحلل من أي أخلاق في استهداف مدنيين في حروبه لا يستطيع أن يحاسب إسرائيل على تحللها وهذا الانهيار الأخلاقي الكبير فيما تقوم به في غزة. الفلسطينيون يستطيعون أن يتعافوا من كل المصائب التي تعرضوا لها في هذا. إذن بما تفسرون بعض التصريحات الأمريكية ويعني يفصلون عنها أيام التي يعني ارتؤية فيها بعض تعاطف يعني أو الانتقاد لإسرائيل إصرارها على المضي قدما في حربها في غزة؟ نعم، دعني أكمل فكرتي. الفلسطينيون يستطيعون في سنة تعويض الخسائر البشرية حتى لو وصلت إلى 30 و40 ألف، لأنه يولد في غزة 50 ألف فلسطيني كل سنة، وتستطيع في 3 أو 4 سنوات إعادة بناء غزة. ولكن إسرائيل لن تستطيع في 10 و20 و30 سنة استعادة الانهيار الأخلاقي الذي تعرض له المجتمع الإسرائيلي، وهذه ظواهر حقيقية يكتب فيها الآن الكثير من المحللين السيكولوجيين والنفسيين والاجتماعيين كيف تحلل المجتمع الإسرائيلي من كل أخلاقياته. أصبح المجتمع الإسرائيلي يشعر أنه له حق أخلاقي في قتل طفل كل 7 دقائق في غزة دون أن يحتاج حتى أن يرى هذه الصورة على تلفزيوناتهم. في التلفزيونات الإسرائيلية لا يوجد أي شيء يحدث في غزة، سوى لا يرون في غزة سوى جيشهم ولا يرون هذه الضحايا الإنسانية. إذن هذا الانهيار الأخلاقي لا يمكن أن يتعافى منه المجتمع الإسرائيلي على الإطلاق. الولايات المتحدة في بعض الأحيان يصدر من داخلها بعض الانتقادات، لأن الانتقادات تأتي من داخل بيت بايدن، وهذا جزء من الضغوط على بايدن. لمسنا كيف جرت بعض الاستقالات في البيت الأبيض وفي الخارجية الأمريكية على ضوء سياسة الولايات المتحدة في الحرب مع غزة. الحزب الديمقراطي الأمريكي وخاصة حلفاء بايدن، ليس الجناح اليساري من معارضين بايدن، الجناح الوسط واليمين في الحزب الديمقراطي من أعضاء كونغرس وسنات، بدأوا ينتقدون هذه السياسة، هذا الكرم، هذا الشك المفتوح المقدم من بايدن إلى إسرائيل فيما تقوم به. وهذا يسبب انطلاق بعض التصريحات المناوئة للحرب والتي تدعو الإدارة الأمريكية وبايدن إلى تصحيح طريقة إدارة هذا الملف، وهذا جزء من الضغوط، ونراها في الإعلام ونراها لدى كتاب مهمين هم قريبين جدا من 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 بايدن. هي فعلا يعني جمله بليغه حضرتك قلتها، ان يعني ممكن اعاده بناء ما تهدى من جراء الحرب، لكن من الصعب يعني اعاده الامور الى نصابها القديم بعد هذا الانهيار الاخلاقي الذي تعرض له المجتمع الاسرائيلي وهذا التخلخل في البنيان الداخلي الامريكي. كذلك اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه وهذا التحليل عبر الزوم من القدس السيد سامر السنجلاوي خبير الشؤون الاسرائيليه. وأتحول عبر الهاتف للسيد محمد الأنور مدير تحرير الأهرام. يعني أستاذ محمد، يعني كيف تنظرون إلى الاستهداف الإسرائيلي لنائب رئيس مكتب السياسي لحركة حماس واثنين أيضا من قيادي الحركة، وما الذي يمثله ذلك والسيناريوهات ربما المقبلة المتوقعة على خلفية هذا الاغتيال؟
هذا الأمر يمثل استمرار وتجسيد لسياسة إسرائيلية معلنة وواضحة منذ قيام الدولة العبرية في عام 1948 وما قبلها أيضا. ومن المعروف أن العصابات الصهيونية كانت تدعو إلى عمليات الإرهاب والاغتيال والقتل واغتيال للرموز وشيوخ العشائر والوجهاء الفلسطينيين في فترة ما قبل إعلان الدولة. إسرائيل مارست وتمارس الاغتيالات السياسية في آبان الحرب وفي السلم، وهي سياسة معلنة بدءا من اغتيال خليل الوزير وغيره من القيادات الفلسطينية، بل أن هناك الكثير من الشكوك التي تحيط بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. من يغتال الأطفال في غزة وفي الضفة وفي غيرها؟ وهي استمرار. وإسرائيل على لسان بنيامين نتنياهو أعلنت منذ أقل من شهر أن زعماء حماس هم هدف مشروع لها وأنها ستقتلهم وستغتالهم أينما كانوا. ولكن النقطة الأهم هنا أن حدث انتهاك واختراق لسيادة لبنان، وكانت هناك تحذيرات من الدولة اللبنانية ومن حزب الله من أن يتم اغتيال أي عنصر من عناصر حركة حماس أو أي عنصر آخر أو أي شخص ينتمي إلى أي جنسية. أيضا تركيا بعد التهديدات الإسرائيلية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى إسرائيل من اغتيال أو استهداف أي فلسطينيين من قيادة حماس. هذا النهج الإسرائيلي نهج مستمر ومتواصل سواء كان معلن أو غير معلن والجميع تابعه. ولكن الخطورة هنا تكمن فإن بالرغم من التصريحات التهدئة التي اتبعتها القيادة الإسرائيلية خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ بدء عدوانها على غزة أنها تحاول تهدئة الجبهة الشمالية، إلا أنها تحاول القفز إلى الأمام وفتح جبهات جديدة. وفي اعتقادي أن هذا القرار سيكون له مردود ويؤكد أنه ليس هناك نية للتهدئة من قبل القيادة الإسرائيلية، خاصة وأن العروري صلاح العروري كان من المنخرطين وممن يضعون اللمسات على صفقة التبادل للأسرى القادمة وإمكانية التوصل إلى إطلاق وقف لإطلاق نار أو صيغة للتهدئة أيا كانت. المهم أن عملية الاغتيال من الممكن أن تفتح، بل من المؤكد ستفتح الكثير من الجبهات والجهات، وهي قفزة للأمام من قبل بنيامين. أخيرا هل تنجح إسرائيل في أهدافها من هذه العملية كي تعوض على يعني خسائرها أو إخفاقها في العملية الأكبر في عدوانها على قطاع غزة؟ وهل عوضت إسرائيل خسائرها المعنوية والأدبية أمام المجتمع الدولي خلال الثلاثة أشهر الماضية من خلال عمليات قتل الأطفال وتدمير المباني؟ باعتقادي أن ما حدث يمثل خسارة إسرائيل، وهو قرار سياسي يهدف به نتنياهو إلى تقديم مبرر الرأي العام الإسرائيلي بأنه أنجز شيء. ومن الممكن أن يكون هناك حلحلة بعد هذه المرحلة إذا لم تتوسع الجهات والجبهات ونشهد توسعة لعمليات الاشتباك وتوسيع لقواعد الاشتباك ودخول جبهات أخرى على الخط في سواء في لبنان أو في الحوثيين أو في غيرها من الأطراف الأخرى التي ستلهب المنطقة بسبب حماقات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يسعى إلى وقف إطلاق النار ولكن يسعى إلى إطلاق إلى إنقاذ نفسه ومن مصير محتوم ينتظره في حالة إذا ما تم التوصل إلى صيغة أي صيغة لإنهاء الحرب في غزة. جزيل الشكر أستاذ محمد الأنوار مدير تحرير الأهرام. بالتأكيد متابعتنا وتحليلاتنا تتواصل مع حضراتكم على شاشة قناة نيل الأخبار وتحديدا في برنامج من القاهرة، ولكن نتحول الآن لمتابعة موجز أخبار الساعة بصحبة الزميلة شيرين القشيري. إليك شيرين.